اهلا بكم طلابي التوني في كل زمان وكل مكان. النهارده يا شباب هنراجع الجزء الثاني من مراجعه علم النفس وعلم الاجتماع لطلاب الصف الثاني الثانوي. بس قبل ما تبدا معايا الفيديو لازم توصل الفيديو دوت ل 10,000 لايك، مش عارف ازاي بس هتوصلهم. لازم تنزل تحت وتشترك عندي في القناه، لازم تفعل زر الجرس، لازم تشير الفيديو دوت لكل اصحابك وكل اصدقائك، لان خير الناس انفعهم للناس. بص يا شباب، ليله الامتحان النهارده عباره عن سين وجيم، سين وجيم، دي اسمها ليلة امتحان. وبإذن الله يا شباب هنركز على أهم الأسئلة اللي هي ممكن تجيلك، بس المشكلة إن نظام الامتحان بدأ يعتمد على الفهم وليس الحفظ. يعني حضرتك يا بيه لازم تبقى فاهم المنهج من ألف إلى ياء، يعني ما تسيبش حاجة، هي دي المشكلة. فأنت لازم تعتمد على الفهم وليس الحفظ، وعلى بركة الله نبدأ الدرس بتاعنا. احنا ان شاء الله يا شباب المرة اللي فاتت وقفنا عند حاجة اسمها الفصل الثاني اللي هي مجالات علم النفس، واتفقنا في اخر الحلقة اللي فاتت ان مجالات علم النفس اتنين، عندي حاجة اسمها فروع اساسية بتعتمد على التفسير والتنبؤ، وعندي حاجة اسمها فروع تطبيقية بتعتمد على الضبط والتحكم. ركز معايا، هنا السؤال بيقول يوجد ترابط بين الفروع الأساسية والفروع التطبيقية لعلم النفس. هناك ترابط بين الفروع الأساسية والفروع التطبيقية. تستثمر الفروع التطبيقية القوانين والمبادئ التي توصلت إليها الفروع الأساسية. يبقى هنا الفروع التطبيقية بتستفاد من الفروع الأساسية، ومن خلالها بتطبق حاجة اسمها مبادئ وحاجة اسمها قوانين. السؤال اللي بعد كده، توجد علاقة بين الفروع التطبيقية لعلم النفس وبين أهداف علم النفس. حد فاكر أهداف علم النفس؟ أنا مش فاكر، أنت فاكر؟ اللي هما 3 أهداف فاكرهم، هدف اسمه تفسير ثم تنبؤ ثم تحكم. هنا السؤال بيقول لك إيه؟ توجد علاقة بين الفروع التطبيقية لعلم النفس وبين أهدافه، ناقش هذه العبارة. تركز، بص يا شباب، الفروع الأساسية في علم النفس بتعتمد على أول هدفين اللي هو تفسير وتنبؤ، أما الفروع التطبيقية بتعتمد على الهدف الثالث اللي هو الضبط أو التحكم. ده كان السؤال. السؤال اللي بعد كده، ناقش اهتمامات علم النفس العام. هنا بقى عندي حاجة اسمها علم النفس العام، اللي هو يعني ايه بقى علم النفس العام دوت؟ يعد المدخل لكل العلوم النفسية، يهتم بصياغة القوانين، كمان من أهم موضوعاته الإحساس والانتباه والإدراك، من أهم موضوعات علم النفس العام. يبقى هنا لما يجي في الامتحان يقول لك ناقش اهتمامات علم النفس العام، هتقول له يا باشا يعد مدخل لكل العلوم النفسية، يهتم بصياغة القوانين العامة التي تفسر السلوك الإنساني، ومن أهم موضوعاته الإحساس. طب السؤال اللي بعد كده، ناقش اهتمامات علم النفس الفسيولوجي، اللي هو بيهتم بدراسة الأسس الفسيولوجية للسلوك، يهتم بدراسة الأسس الفسيولوجية للسلوك، وكمان يهتم بدراسة الجهاز العصبي ودراسة وظائف الغدد والأعضاء وتأثيرها على السلوك. يا ريت، أنا في فيديوهات شرح يا شباب، يا ريت نرجع لها تستفادوا منها طحن. يعني السؤال اللي بعد كده، ناقش اهتمامات علم النفس النمو التطوري او الارتقائي. طبعا يا شباب علم النفس النمو دوت اللي هو بيهتم بدراسة الانسان منذ ان كان جنينا في بطن امه، وبعد كده اتولد سميناه وليد او رضيع، بعد كده دخل مدرسة ابتدائية سميناها طفولة مبكرة، بعد كده دخل مدرسة اعدادية سميناها طفولة متأخرة، بعد كده دخل في مرحلة المراهقة، بعد كده دخل في مرحلة الرشد والشباب، بعد كده يدخل في مرحلة الكهولة، بعد كده يموت ويغور في 60 داهية. هنا ده اسمه مراحل النمو والارتقاء الانسان. يبقى انا بدرس الانسان منذ لحظة الميلاد وحتى لحظة الوفاة. يبقى هنا ناقش اهتمامات علم النفس النمو التطوري او الارتقائي، يدرس مشكلات النمو المرتبطة بكل مرحلة مع اهتمام بخصائص النمو لكل مرحلة، كمان يهتم بالتغيرات التي تطرأ على الفرد في مراحل النمو المختلفة. السؤال اللي بعد كده، ناقش اهتمامات علم النفس الاجتماعي.
هنا علم النفس الاجتماعي يا جماعة بيهتم بتأثير الفرد في المجتمع وتأثر الفرد بإيه؟ بالمجتمع. يعني علم النفس الاجتماعي دوت بيدرس العلاقة بين الفرد والمجتمع، بيدرس العلاقة بين الفرد والمجتمع. من أهم موضوعاته التنافس، الشائعات، القيادة، الخرافات، الزعبلات. يبقى هنا يا شباب لما يجي في الامتحان يقول لك ناقش اهتمامات علم النفس الاجتماعي، هتقول له يا برنس يهتم بدراسة السلوك الناتج عن تأثير الفرد بالمثيرات الاجتماعية وتأثيرها في الآخرين. كمان من أهم موضوعاته القيادة والتنافس والتعاون. السؤال اللي بعد كده، ناقش اهتمامات علم النفس الفارق. علم النفس الفارق يا شباب بيهتم بدراسة الاختلافات الفردية بين الأفراد أو الاختلافات السيكولوجية بين الأفراد. بتلاقي اتنين عندهم 20 سنة، بس واحد ذكي جدا واحد غبي جدا. بتلاقي اتنين عندهم 20 سنة، بس واحد تخين جدا وواحد رفيع جدا. صح ولا مش صح؟ يبقى هنا في عندي اختلافات فردية وسيكولوجية. بتلاقي ناس بتحب الرياضة جدا وناس بتكرهها زي حالاتي. يعني عندي مشكلة كبيرة مع الرياضة بسبب مدرس رياضي قال لي 2 على 2 كام، بس بزغره راح صغير لي كده وقال لي 2 على 2. انا بقى كنت في 6 ابتدائي تقريبا او 5 ابتدائي، فانا اتخضيت كنت اعملها على نفسي، راح رزعني قفا. من ساعتها كنت بهرب من المدرسه. يعني انا من 5 ابتدائي بهرب من المدرسه، ما كنتش بحضر، والحمد لله بقيت مدرس مش عارف ازاي، بس الحمد لله. هي بتعتمد يا شباب على الموهبه. يعني انت موهوب في حاجه او انت بتحب حاجه معينه، فهو هي دي حياتك. فالموهبة دي شيء أساسي، يعني زي موهبة القراءة كده، بعشق حاجة اسمها قراءة. تمام. السؤال اللي بعد كده، يبقى هنا لا 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 يبقى هنا ناقش اهتمامات علم النفس الفارق. لو هتقول له يا باشا بيهتم بدراسة الاختلافات الفردية والسيكولوجية بين الأفراد. تمام. ناقش اهتمامات علم النفس المعرفي. في حاجة اسمها علم النفس المعرفي اللي هو بيهتم بدراسة حاجة اسمها العمليات المعرفية. بيهتم بدراسة العمليات المعرفية زي الإحساس، زي الانتباه، زي الإدراك. كمان أنا بستخدم علم النفس المعرفي ده في تعديل السلوك. بستخدم علم النفس المعرفي في تعديل ليه؟ السلوك، باستخدام العلاج السلوكي المعرفي. السؤال اللي بعد كده، يمكن الاستفادة من علم النفس في ميدان التدريس، هل تؤيد ذلك مع التعليل؟ ينفع إن إحنا نستخدم علم النفس في مجال التدريس. ليه بقى؟ لأن علم النفس ده هيحط لنا القوانين وهيعرفنا ازاي ندرس، يعني هيحط لنا حاجة اسمها طرق للتدريس. فعلم النفس ده حاجة شيء أساسي، يعني اللي هو الجانب التطبيقي يا شباب. هنا دراسة الخصائص التي تميز مراحل النمو المختلفة، اللي هو الوضع المناهج الدراسية التي تناسب مستوى الطلاب. يعني هنا أنا لما بستخدم علم النفس عشان أحط المناهج الدراسية، يعني ما ينفعش أجيب واحد في ثالثة ابتدائي واحط له منهج واحد في تالتة جامعة، استحالة. فأنا هشوف المرحلة السنية أو العمرية المناسبة وأبدأ أحط له المنهج اللي هو بيتناسب مع سنه، مع تفكيره، مع إدراكه. مش زي عندنا خالص، هنا عادي الموضوع، هنا بطيخ يعني. يمكن الاستفادة من علم النفس في الميدان العسكري، هل تؤيد ذلك مع التعليل؟ ممكن استخدم علم النفس في الميدان الايه العسكري، من خلال بقى يا جماعه المؤسسات العسكريه لرفع كفاءه القوات المحاربه وتحقيق النصر. يعني تلاقي بقى في المؤسسات العسكريه كده، تلاقي القائد لما بيخاطب الجنود فبيرفع من روحهم المعنويه، انتم اسود، انتم وحوش. ولما يجي يتكلم بقى على الايه على اعداء، وهم جرذان، هم فئران، هم صراصير، هندعكهم ونفعصهم تحت رجلينا. فرفع الروح المعنوية شيء مهم، رفع الروح المعنوية شيء مهم. كمان طريقة اختيار الضباط أو الجنود شيء أهم. يعني لما تحصل حرب مثلا لازم ننتقي الناس اللي هتحارب، مش أجيب العربية وأملاها وأعبيله وأديله شركة مرتاح للنقل والسياحة. لا يا برنس، ما يروح يموتوا زي العصافير. فلازم تختار الجنود بدقة، لازم تختار الضباط بدقة، لازم ترفع الروح المعنوية. ما هي بقى طريقة تحبها ارفعها. يمكن الاستفادة من علم النفس في الدعاية والإعلان،
هل تؤيد ذلك؟ اه، يهتم بتطبيق قوانين علم النفس في ميدان التجارة، وخاصة ان الاعلان التجاري، وكمان يهتم بدراسة العوامل النفسية التي تؤثر على المستهلكين وكيفية جذبهم لشراء الايه السلع. انا بستخدم علم النفس في مجال الدعاية، ما هو الدعاية دي اساس المكسب. بتلاقي مثلا الشركات العالمية تصرف فلوس طائلة على الدعاية، وتلاقي المنتج رديء زي بيبسي كده، وزي الكوكاكولا، وزي شيبسي. ففي مثل امريكي بيقول لك انت لو معاك 1000 جنيه اصرف منهم 99% دعاية. 1000 دولار قصدي، 99% دعاية، والباقي يجيب المنتج. فالدعاية والاعلان ده عشان تجذب الناس. طبعا بقى يا شباب، احنا بنشوف على التلفزيون اشكال وانواع مختلفة للدعاية. بتلاقي مثلا اعلان ماربيلا، تلاقي جايبين مزتين تلاتة يطيروا الدماغ وانت تتفرج على الاعلان. انت اهم حاجة بالنسبة للمنتج ان انت وصل لك الاسم ماربيلا. اه، تتفرج على المزة مفيش اي مشكلة، بس هما بيطوروا في اشكال الدعاية. السؤال اللي بعد كده، يمكن الاستفادة من علم النفس في رفع الكفاءة الانتاجية للعمال؟ طبعا طبعا، اه، انا برفع الكفاءة الانتاجية للعمال من خلال ايه، وضع القوانين العامة لعلم النفس لرفع الكفاءة الانتاجية للعمال. يهتم بتحقيق الرضا المهني والنفسي. يعني العامل وهو شغال يشتغل عدد ساعات قليلة جدا ويقبض كتير جدا، ويتوفر له بقى رعاية صحية وسكنية، فتلاقي العامل بينتج عكس عندنا خالص. تلاقي العامل مثلا عندنا بيشتغل 18 ساعة بيقبض 300 جنيه 500 جنيه في الشهر، هيروح ينتج ليه؟ هو بيروح أصلا يقضيها. يبقى هنا يمكن الاستفادة من علم النفس في رفع الكفاءة الإنتاجية للعمال. هل تؤيد مع التعليل؟ آه، أؤيد طبعا. السؤال اللي بعد كده، يهتم علم النفس بدراسة المشكلات البيئية. يا بيئة، يهتم علم النفس بدراسة المشكلات البيئية؟ آه طبعا، لأن علم النفس بيهتم بدراسة العلاقة بين الإنسان والبيئة. يهتم بدراسة العلاقة بين الإنسان وإيه؟ والبيئة. وكمان بيهتم بدراسة المشكلات اللي هي بتحصل في البيئة، زي مثلا مشكلة الازدحام، زي مشكلة الضوضاء، وأي مشكلة بتحصل في البيئة ففي علاقة ما بين الإنسان والإيه؟ والبيئة، والإنسان لازم يحافظ على البيئة. السؤال اللي بعد كده، يعتبر علم النفس السياسي نافذة العلماء لفهم السلوك السياسي؟ طبعا. حلل العبارة. هقول له يا باشا، يهتم بفهم العلاقات المترابطة بين الأفراد والمواقف التي تتأثر بالمعتقدات. أنا بشوف العلاقة المترابطة بين إيه؟ بين الأفراد بسبب المعتقد. ويتم تطبيق النظرية النفسية السياسية في العديد من العمليات، مثل الدور القيادي والتطرف الإيه؟ السياسي، والتطرف السياسي. السؤال اللي بعده، أو نخش بقى على سين وجيم اللي بعده. رحت فين يا برنسي يا برنسيسة يا الفصل الرابع يا شباب، اللي هو بيتكلم عن حاجة اسمها مناهج البحث في علم النفس. بيتكلم عن حاجة اسمها مناهج البحث في علم النفس. هنا عندي كذا منهج. طب في البداية بس، يعني ايه كلمة منهج؟ يعني ايه منهج؟ المنهج هو قواعد محددة ومضبوطة للسلوك. المنهج هو قواعد محددة ومضبوطة للسلوك، ده اسمه ايه؟ منهج. تمام. انا عندي 5 مناهج. عندي كم منهج؟ 5. عندي مثلا منهج اسمه منهج الاستبطان، عندي منهج اسمه منهج تجريبي، عندي منهج اسمه منهج شبه تجريبي، عندي منهج اسمه منهج اكلينيكي، عندي منهج اسمه منهج وصفي. يبقى انا عندي 5 مناهج، كل منهج بيهتم بحاجات معينه. طيب نشوف بقى الاسئله، يا ريت ترجعوا لحلقات الشرح هتستفادوا اقسم بالله. طبق بمثال على المنهج الاستبطان. يعني ايه استبطان اصلا؟ الاستبطان هو دراسه الخبره الداخليه الشعوريه للفرد. الاستبطان هو تامل الفرد لنفسه او لذاته. الاستبطان اكنك واقف قدام مرايه وبتحاسب نفسك بنفسك قبل ما حد يجي يحاسب اهلك، فده اسمه ايه؟ استبطان. ده اسمه استبطان. يبقى هنا طبق. طبعا الاستبطان ليه ايجابيات وليه سلبيات عشان تبقوا عارفين. يعني طبق بمثال على المنهج الاستبطان.
هقول له يا باشا: الاستبطان هو ملاحظة الفرد لنفسه وتأمله لذاته ليخبرنا عما يدور بداخله من أفكار ومشاعر. فالإنسان بيتأمل نفسه عشان يطلع المشاعر والأفكار اللي جواه. وأبسط صور الاستبطان ما نفعله حين نصف ما نشعر به من تعب لإحدى الأصدقاء. فأنت لما تبقى تعبان فبتصف المشاعر لأصحابه: وأنا تعبان، أنا مش عارف إيه الكلام ده. تلاقي مثلا ايه على الفيسبوك حاجه غريبه، وتلاقي البنوته نازله تقول لك انا تعبانه وانا نفسي تعبانه، تلاقي الواد على طول رفع لها كارت، تلاقي الشباب يرفع له، الشباب يرفع لهم كارت: بخاف عليكي. لا الواد يقول لها: الف سلامه عليكي، طب احكي لي، طب مش عارف ايه. وبعد كده يرفع لها كارت ايه تعرفينه. السؤال اللي بعد كده: دلل بمثالين على مبررات استخدام المنهج الاستبطاني. ليه بنستخدم المنهج الاستبطاني؟ هتقول لي: يا باشا انا بستخدم المنهج الاستبطاني في دراسة بعض الظواهر النفسية كالأحلام والحالة الشعورية أثناء الانفعال. كمان بستخدم الاستبطان في حاجة اسمها الاختبارات الشخصية اللي هي التحريرية والشفوية. تمام. السؤال اللي بعد كده: بعض العلماء ابتعدوا عن استخدام المنهج الاستبطاني لما له من عيوب، دلل بمثالين. طبعا منهج الاستبطان له الكثير من العيوب. اول حاجة ان المفحوص يعتمد على تضليل الباحث. هنا منهج الاستبطان بيحتاج باحث ومبحوث او فاحص ومفحوص. فدايما دايما لما تروح للدكتور النفساني فتمدد كده على الشيزلونج ويهدي لك الإضاءة ويبدأ بقى يشغل لك موسيقى ويبدأ يسألك مجموعة من الأسئلة وأنت ترد زي التروبش، وبعد كده ياخد عليك الأسئلة ديت. المهم، فأنت الباحث ممكن يسألك سؤال مش ولا بد، فأنت تتكسف ترد عليه، فأنت تتكسف فتضلل الباحث. يبقى هنا أن المفحوص يتعمد تضليل الباحث ويعطيه معلومات كاذبة. كمان يصعب او يصعب استخدام منهج الاستبطان مع الطفل. مش هينفع اجيب طفل واساله اقول لك ايه، اقول له ايه رايك مثلا في الحياه السياسيه التي تمر بها البلاد مثلا، فمش هينفع. ان المفحوص اثناء الاستبطان ينقسم الى ملاحظ وملحوظ، ملاحظ وملحوظ في وقت واحد. يعني انا اللي بسال نفسي وانا اللي بجاوب عن نفسي، يعني باحث ومبحوث، يعني فاحص ومفحوص. خلاص يا شباب، سيب بقى الاستبطان ونخش على السؤال اللي بعد. هنا طبق بمثالين على المنهج التجريبي. المنهج التجريبي عايزين أمثلة عليه. يعني ايه منهج تجريبي يا شباب؟ المنهج التجريبي اللي هو دراسة أثر متغير على متغير آخر، دراسة أثر متغير على متغير آخر. والمنهج شبه التجريبي اللي هو دراسة العلاقة بين متغيرين، دراسة العلاقة بين إيه؟ متغيرين. هنا السؤال في الامتحان يقول لك: طبق بمثالين على المنهج التجريبي. يعني هات مثال على المنهج التجريبي. هتقول له: دراسة أثر الضوضاء على التحصيل الدراسي، وبعد كده دراسة أثر المناقشة والحوار في التدريس على الفهم. طيب السؤال اللي بعد كده: طبق بمثال على استخدام المنهج شبه التجريبي. المنهج شبه التجريبي، هنا انا امتى بستخدم المنهج شبه التجريبي؟ لما يتعذر عليا استخدام المنهج التجريبي، فبضطر استخدم المنهج شبه التجريبي. لما ما اقدرش استخدم المنهج التجريبي، فهضطر استخدم المنهج شبه التجريبي. هنا السؤال بيقول: طبق بمثال على استخدام المنهج شبه التجريبي. هقول له: يستخدم هذا المنهج عندما يتعذر استخدام المنهج التجريبي، عندما يتعذر استخدام المنهج التجريبي. ليه بقى؟ لبعض الاعتبارات بقى، لاعتبارات دينية، لاعتبارات أخلاقية، لاعتبارات اجتماعية، لاعتبارات قانونية. خلاص يا شباب، زي دراسة الفروق بين مدمني المخدرات وغير مدمنين في سرعة الإدراك. فلا نستطيع أخلاقيا أن نعطي المخدرات لبعض الناس ونحولهم لمدمنين لكي نقارنهم بعضهم ببعض. يعني ما ينفعش مثلا إن أنا أجيب بعض الناس الأصحاء وأحولهم لمدمنين عشان أقيس عليهم سرعة الإدراك. ده كلام هبل ملوش أي لازمة. طيب هنا السؤال اللي بعد كده: طبق بالأمثلة على استخدامات المنهج الإكلينيكي، على استخدامات المنهج الايه الاكلينيكي. هنا انا بستخدم المنهج الاكلينيكي دوت لما بيحصل اضطرابات نفسيه للمريض. لما تلاقي مثلا المريض عنده اضطرابات نفسيه او عنده انفصال في الشخصيه او عنده شيزوفرينيا،
فمش بيفكر كويس او موسوس، فبيتهيأ له يعني داخله فكرة ان هو الناس كلها كرهاه او هو الناس عايزة تموته والكلام ده. فده اسمه المنهج الكلينيكي، يستخدم في العيادات النفسية، انا بستخدمه في العيادات النفسية لعلاج الامراض النفسية والمشكلات الاجتماعية، وكمان بستخدمه في التوجيه المهني. بستخدمه في التوجيه الايه المهني، حيث يتم اختبار قدرات الفرد ثم يوجه لمهنة او للمهنة التي تناسبه. يبقى انا بشوف الانسان اللي قدامي دوت هو عايز يبقى ايه، وانا بحاول اساعده. انت حابب تشتغل ايه وانا بحاول اساعدك. تمام. السؤال اللي بعد كده، يشتمل المنهج الوصفي على طريقتين في البحث، دلل بالامثله. المنهج الوصفي يا جماعه بيعتمد على طريقتين في البحث، طبعا الطريقتين اللي هي الطريقه الطوليه والطريقه العرضيه. يعني ايه يعني ايه اصلا وصفي؟ المنهج الوصفي اللي هو بيصف الظواهر، هو بيصف ليه الظواهر ويجمع معلومات عن الظواهر. المنهج الوصفي يصف الظاهره وبعد كده بيجمع معلومات عن الظاهره دي. تمام. هنا السؤال بيقول، يشتمل المنهج الوصفي على طريقتين في البحث، دلل بالامثله. هقول له يا باشا انا عندي طريقتين، عندي طريقه طوليه وعندي طريقه عرضيه، طريقه طوليه كده وعندي طريقه ايه عرضيه. الطريقه الطوليه هي التي تتبع ظاهره ما لفتره طويله من الزمن، يعني انا بشوف الظاهره او بدرس الظاهره فتره كبيره، زي ظاهرة نمو الفرد. فأنا بشوف الإنسان من أيام ما كان نطفة صغنطوطة كده في بطن أمه أو رحم الأم حتى صار كهلا. يبقى هنا ده اسمها إيه؟ اسمها طريقة طولية، طريقة مالها إيه؟ طولية. هجيب مية بس أشرب وأجيلكم. الصوت يا حمام، الصوت أصل أنا بربي حمام، بقى بعشق حاجة اسمها حمام. هعمل لكم فيديو بعد كده هوريكم الحمام اللي عندي، عندي حمام جاحد. بص يا شباب، عندي حاجة اسمها طريقة طولية، اللي أنا بدرس حياة الإنسان لفترة كبيرة اللي هو ظاهرة النمو، وعندي طريقة عرضية اللي أنا بدرس فترة بس أو مرحلة من حياة الإنسان، مرحلة من حياة الإنسان، وليكن مرحلة المراهقة، مرحلة الرشد، مرحلة الطفولة، أي مرحلة في حياة الإنسان. هذه الطريقة العرضية تتبع ظاهرة ما، مثال تتبع مظاهر النمو للأفراد في مراحل العمر المختلفة. يعني بدرس مرحلة بس من مراحل الايه الانسان. طيب هنا نخش بقى على الموضوع التاني. الموضوع التاني يا شباب بيتكلم عن حاجه اسمها دافع وحاجه اسمها انفعالات. انا بس هراجع الانفعالات وبطلب منكم تدخلوا على في فيديو تاني انا شرح فيه الدافع، شرح فيه الدافع بالتفصيل، مراجعه وشرح برضه. ركز معانا، هنا في حاجه اسمها الانفعال. يعني ايه انفعال؟ الانفعال هي او هو حاله وجدانيه تنشأ نتيجة إعاقة السلوك أو التفكير. الانفعال هو حالة وجدانية تنشأ نتيجة إعاقة السلوك والإيه؟ والتفكير، زي الحب أو الكره أو البغض أو الحقد. هنا يعني إيه الكلام ده؟ يعني الإنسان لما بينفعل بيظهر على وشه. لما الإنسان بيحب كده تلاقيه متنح، لما الانسان بيحقد او بيكره بتلاقيه ببصته ايه غريبه، تلاقي البت كده رايحه فرح واحده صاحبتها وبصلها يا بنتي الكلبه هتتجوزي وانا لا، ده انا احلى منك، ده انت كلك بويا وانا مسمسمه وانت مش عارف ايه، يلا حظوظ. حقد جواكم دفين، وتيجي تقول لك ايه قرصها في ربتها عشان تحصلها في جمعتها. لا دي مش بتقرصها، دي بتحط صوابعها في ربتها، هتشيل رجليها وهي ماشيه. المهم، الانفعال هو حالة وجدانية تنشأ نتيجة أو ينشأ نتيجة إعاقة السلوك والتفكير، زي الحب والكره. حدد المقصود بالانفعال، هو حالة وجدانية. السؤال بعد كده، الانفعالات الشديدة تحدث العديد من التغيرات الفسيولوجية، اذكرها. بص يا باشا، هنا الانفعالات لها ثلاث جوانب، ثلاث جوانب للانفعالات، في جانب فسيولوجي وجانب تقديري وجانب ظاهري. جانب فيسيولوجي وجانب تقديري وجانب ايه ظاهري. كمان الانفعالات لها فوائد، كمان الانفعالات لها ايه فوائد. كمان انا عندي حاجه اسمها انفعالات حاده وعندي حاجه اسمها انفعالات معتدله. عندي انفعالات حاده وعندي انفعالات معتدله. بص يا باشا، هنا السؤال بيقول، الانفعالات الشديدة تحدث العديد من التغيرات الفسيولوجية، أذكرها.
عندي بقى تغير في ضغط الدم واضطراب معدل التنفس واضطراب ضربات القلب. طب افهمها لكم، لما بيحصل للانسان انفعال شديد بيحصل له اضطرابات، زي انت ماشي في الشارع تلاقي لك اسد، اسد اطلع لنا اسد ازاي، فتلاقي انت تنحت فتصحى ضغط العين، العرق بدأ ينزل، اللعاب بدأ ينشف، ريقك ناشف، ها ارتفاع ضغط الايه الدم، الاسد هبرك، يحصل لك حاجه اسمها تجلط الدم عشان يوقف النزيف، جسمك يوقف النزيف، عقلك يدي اشاره لجسمك ان انت في حاله خطيره، فده اسمه جانب فيسيولوجي. يبقى هنا لما يجي في الامتحان يقول لك عايز انسى، هنا الانفعالات الشديدة تحدث العديد من التغيرات الفسيولوجية، اذكرها. هتقول له تغير في ضغط الدم، اضطرابات معدل التنفس، اضطرابات القلب. السؤال اللي بعد كده، اذكر اهم النتائج التي تترتب على تقديرنا المعرفي للموقف. هنا تقديري المعرفي للموقف بيساهم في تشكيل الخبرة. يعني لما بقدر الموقف صح بيبقى عندي خبرة. هديك مثال، أول مرة تروح دريم بارك، فلقيت عربية كده بتاعت الملاهي جاية مسرعة عليك، فهتجري لأن أنت ما عندكش خبرة. بس واحد راح دريم بارك وشاف العربية ديت أكتر من 100 مرة، فالعربية وهي بتلف يقف مكانه، لأن هو عنده خبرة مسبقة للموقف ده، عنده خبرة مسبقة لهذا الموقف. تمام. أذكر السؤال، أذكر أهم النتائج التي تترتب على تقديرنا المعرفي للموقف. هقول له يا برنس، تشكيل الخبرة الانفعالية، تحديد شدة الانفعالات. إذا مثال، إذا رأى شخص سيارة تنحدر نحوه سوف يشعر شديد، ولكن حينما يعلم أن السيارة جزء من لعبة الملاهي يزول الخوف. هنا يشعر بالخوف، يشعر بالإيه؟ بالخوف. طيب السؤال اللي بعد كده، يشمل السلوك الظاهر اللي هو بقى الجانب الثالث، يشمل السلوك الظاهر للانفعال العديد من المظاهر، حددها. بص يا شباب، في سلوك ظاهر كده على وش الانسان اللي هو بيعتمد على ارسال واستقبال اشارات ورموز، ارسال واستقبال اشارات وايه ورموز، دي بنسميها في علم النفس عملية التخاطب. انا ممكن اكلمك او انت تكلمني بوشك او بعينيك او بتقطيع وشك او بالاشكال اللي انت ممكن تعملها. انت مثلا زعلان مني فبص لي كده بصه غريبه، انت خايف مني فبترجع ورا كده، انت حاببني فعايز تتملى مني او انا عايز اتملى منك، فده بيبان على الوش يا شباب. يبقى هنا يشمل السلوك الظاهر للانفعال العديد من المظاهر، حددها. الحركات والتعبيرات الظاهره، الاوضاع الجسميه اللي هي وشك، الالفاظ والايماءات والاشارات اللي هي بستخدمها في عمليه الايه التخاطب. تمام. السؤال اللي بعده، اذكر 2 من فوائد الانفعالات. طبعا الانفعالات مفيده. اول حاجه، تعد الانفعالات من اهم واقوى الروابط التي تديم المحبه. لما بيحصل انفعال، مثلا واحد عنده فرح فانت بتروح تجامله، فبيشوف في عينيك ان انت بتحبه، فالانفعالات تديم الايه المحبه. 2، تعد الانفعالات بمثابه القوه الدافعه لتنظيم سلوك الفرد. الانسان اللي ما عندوش انفعالات ده انسان حيوان ملوش اي لازمه، فهنا الانفعالات بتنظم سلوكك، الانفعالات بتعمل ايه؟ بتنظم سلوك الايه؟ الفرد. تمام. السؤال بعد كده، بتضمن الانفعال عنصرين رئيسيين، يتضمن الانفعال عنصرين رئيسيين بين ذلك. هقول له يا باشا، عندي في الانفعال في حاجه اسمها حاله شعوريه اللي هي تاهب او استعداد لعمل ايه معين، وهو تاهب للايه؟ للبكاء. فانت هنا عندك حاجات اساسيه بتخلي عندك انفعال، لما تمر بخبرة انفعالية شديدة فبتلاقي انفعالاتك مرتفعة، لما تمر بخبرة انفعالية قليلة فبتلاقي بيحصل لك نوع من انواع الأسى او الحزن، واحد بابا مات، مامته ماتت، فتلاقيه واقف في العزا مش داري بالدنيا واللي عليها. تمام. السؤال اللي بعد كده، حدد اهم سمات الشخص الناضج انفعاليا. طبعا في عندي انسان ناضج انفعاليا يعني انفعالاته متزنة، انفعالاته ايه؟ متزنة. طيب ايه اهم بقى السمات التي تميز هذا الانسان اللي هو انفعالاته متزنة؟ اول حاجة، يتحرر من الميول والاتجاهات السلبية. 2، لا تتلاعب به المثيرات التافهة. 3، يعبر عن انفعالاته بطريقة متزنة، انسان كده واثق في نفسه. السؤال اللي بعد كده، حدد دور الانفعالات المعتدلة على العمليات العقلية.
هنا لو انا انفعالاتي معتدله عقلي هيبقى عامل ازاي؟ هنا لو انا انفعالاتي معتدله ادائي العقلي هيبقى عالي ولا واطي ولا متزن؟ لا عالي. لما انا انفعالاتي معتدله انا ادائي العقلي هيبقى عالي. يبقى لما يجي في الامتحان يقول لك حدد دور الانفعالات المعتدله على العمليات العقليه، هقول له يا باشا يزيد الخيال خصوبه، خلي عندي خيال ينشط التفكير، ينشط تفكيري، يقوي الرغبة في العمل، يقوي الرغبة ايه في العمل. تمام. السؤال اللي بعد كده، اذكر ثلاثة من تأثير الانفعالات الحادة على العمليات العقلية، يعني الانفعالات اللي هي وحشة مش كويسة. فالانفعالات الحادة ديت ممكن تؤثر تأثير سلبي على صاحبها. أول حاجة تشوه الإدراك، 2 تجعل الإنسان يندفع إلى سلوكيات غير مهذبة، يتحول إلى إنسان قليل الأدب، 3 بتخليه يقع فريسة للاستهواء، تخليه يقع فريسة للاستهواء. وبكده يا شباب نكون انتهينا من مراجعة علم النفس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك وتعمل لايك، وتستنى كمان ساعة بالظبط كده هنزل لكم مراجعة علم، لا مش ساعة، كمان 4 ساعات هنزل لكم مراجعة علم النفس، علم الاجتماع، لأن أنا دلوقتي نازل أدي مراجعة وهرجع إن شاء الله أعمل لكم الإيه المراجعة. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعل زر الجرس. أخوكم الكبير تامر التوني، سلام عليكم.